من جهته وجه نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه للتنمية البشرية ومبادرة بداية. وأضاف عبد الغفار خلال كلمته بإطلاق المبادرة أن هدف المشروع الرئيسي هو تكثيف عمل الجهات الحكومية لتحسين مؤشرات التنمية البشرية بحيث يشعر المواطن المصري بالمردود الإيجابي. اسمحوا لي أن أبدأ كلماتي بتوجيه الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على دعمه الكبير وغير المحدود للمشروع القومي للتنمية البشرية ولرعايته الكريمة لمبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان التي تعكس رؤية القيادة السياسية في مصر نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل. أتوجه إلى حضراتكم بالشكر والتحية لتعاونكم خلال الفترة الماضية في التحضير لهذه المبادرة التي نحتفل بها اليوم. واسمحوا لي أيها السادات والسادة أن أتحدث ممثلاً عن زملائي من المجموعة الوزارية المشكلة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء. ويشرفني أن أحيط حضراتكم بالهدف الرئيسي للمشروع القومي للتنمية البشرية الذي نطلقهم اليوم بتوجيه من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبرعاية ومتابعة من سيادته، ويهدف إلى تكليف وتكثيف عمل الجهات الحكومية والجهات الشريكة لتحسين مؤشرات التنمية البشرية واستعادة الشخصية المصرية الحقيقية بحيث يشعر المواطن المصري بالمردود الإيجابي في